خلال إطلالته التلفزيونية عبر قناة الجديد التي عاقبت اعتذاره عن تأليف الحكومة، كشف الرئيس سعد الحريري أنه خلال زيارته إلى القاهرة طرح على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إمكانية استجار الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، مؤكدا أن عمان استطاعت إقناع واشنطن بهذا الأمر. مصر اليوم عندها غاز، ونحن بمحطاتنا إذا بنستعمل الغاز بنوفر 50 و60% من الكوست. نحن بأيام حكومة حسان دياب وحتى حكومتي أنا كنا عم نحاول نقنع الأمريكان أنه إذا فينا نجيب الغاز عبر الأردن وعبر سوريا لحتى تستفيد محطاتنا، فالمصريين متحمسين، قدروا الأردنيين يقنعوا الأمريكان بإذن الله أنه نقدر نجيب الغاز مصري عبر سوريا. هيدا اللي حيصير. ما عندك مشكلة أنه يكون عبر سوريا؟ عبر غاز مصري. ونحن كنا نشتري كهرباء من سوريا على أيامي. لا شك أن استجار الغاز المصري حاجة حيوية باتت أكثر من ملحة للبنان في ظل افتقاره إلى أبسط مقومات العيش، إلا أن هذه الخطوة من شأنها أن تعرض لبنان لعقوبات ومخاطر في ظل وجود قانون قيصر. بحسب رئيس منظمة جستيسيا المحامي الدكتور بول مرقص، أمام لبنان سببان أو حجتان واضحتان تبرران إعفائه. الأولى أن هذه الخطوة إذا ما تمت لن تكون عملية استيراد مباشرة، بل عملية إمرار عبر الأراضي السورية وحسب. والثانية أن لبنان محاط بريا بسوريا، وبالتالي فإن سوريا تبقى منفذه البري الوحيد. أي تسهيل لمرور بضائع الجودز ومعنى الجودز بالقانون الأمريكي، لسيما تحديدا قانون قيصر، هو بمعناه الشامل، يعني يشمل الخدمات وكل المجالات وإن كانت حيوية بالنسبة للبنان الاستفادة منها. فأي إمرار وتسهيل لهذه المواد أو البضاعة أو الخدمات أو السلع تكون تحت العقوبات ما لم يطلب إعفاء exemption تحت قانون قيصر وسواه من المسميات في القانون الأمريكي التي تجيز لطالب هذه الخدمة أو السلعة الاستفادة من إعفاء خاص لأمر حيوي، لكن ليس هنالك من موجب أو من إلزام على السلطات الأمريكية المختصة أن هي تستجيب وتوافق على طلب الإعفاء. الموافقة الأمريكية على إمرار هذا الموضوع لن تكون سهلة، خصوصا في ظل سعي واشنطن إلى فرض مزيد من الضغوط على دمشق، ما سيرتب مفاعيل قانونية عدة على لبنان وعلى الدول التي ساهمت في ذلك، إضافة إلى الأفراد الذين سهلوا هذا الأمر. ذلك يعني بالنسبة للدول خصوصا مجالات الاستيراد والتصدير بتصير أضيق بسبب صعوبات فتح اعتمادات مستندية وعدم تعاون المصارف الدولية المراسلة الكورسبوندنت بانكس والمؤسسات المالية مع هذه الدولة، وبالنسبة للأشخاص الأفراد منع من السفر، تجميد حسابات، عدم إمكانية إجراء تحويل عبر شبكة سويفت، وإلى ذلك من مفاعيل العقوبات اللي نعرفها ما لم يعطى هذا الاستثناء، وهذا أمر ضيق جدا وليس بالضرورة أن يكون محل استجابة. وفي انتظار أن يتبلور الموقف الأمريكي خلال لقاء الملك الأردني عبد الله الثاني الرئيس الأمريكي جو بايدن، أفادت معلومات مصرية أن القاهرة تقدمت بعرض يقضي بعقد اتفاقية مباشرة مع وزارة الطاقة في لبنان لتزويد معمل دير عمار بحاجاته من الغاز بسعر تفضيلي تصل نسبة الحسم فيه إلى 50%. دارين دعبوس، قناة الجديد.